مشاهدينا نروح سريعا الى شرم الشيخ ومراسلنا محمود جميل، هنتابع معاه اخر الاستعدادات لانطلاق مؤتمر المناخ. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا هدير، بصبح عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. ما زلنا بنتابع معاكم الاستعدادات النهائيه لاستقبال قمه المناخ كوب 27، ويمكن زي ما قلنا امبارح في العديد من المشروعات، وان احنا هنكون معاكم كل يوم في مشروع جديد. كنا معاكم امبارح في الممشى السياحي، ودلوقتي احنا معاكم في مشروع يعني تم تطويره، وهو من اهم المشروعات في مدينة شرم الشيخ، وهو خليج نعمة. خليج نعمة طبعا الكل عارف ان هو من اهم المناطق السياحية اللي موجودة في مدينة شرم الشيخ، وبيكون عليها طبعا اقبال كبير جدا من السائحين والزائرين. في تغير كبير جدا حصل في خليج نعمة، يمكن اللي ما جاش خليج نعمة من 4-5 شهور مثلا هيجي دلوقتي هيلاقي الدنيا اختلفت تماما. اولا الاعمال التطوير هنا في خليج نعمة بترتكز على مسألة رصف طبعا الطرق او الممشى السياحي الجديد اللي موجود، وطبعا اعمال الاناره الجديده ورفع كفاءه الطرق. لكن هنا تم الاعتماد بشكل اساسي على موضوع او مشروع الهويه البصريه، بحيث ان هنا كل وجهات المحلات بقت يعني على تصميم واحد وعلى نفس الشكل، بحيث اللي هيبتدي ان هو يدخل من خليج نعمه هيبتدي ان هو يلاقي على يمينه الكافيهات والمطاعم بشكل يليق بمشروع الهوية البصرية ويليق بمدينة شرم الشيخ انها تكون مدينة صديقة للبيئة. كمان على الشمال هيلاقي البازارات اللي موجودة برضو يعني بتتخذ اللون الابيض والواجهات الخاصة بالبازارات، فدي بتدي شكل جميل جدا لمنطقة خليج نعمة. احنا بخليج نعمة احنا بنتكلم على ما يقرب من 300 بازار وكافيهات ومطاعم، فبالتالي كمان الممشى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو تم تطوير الأرضية بتاعته بخرسانة، وتم دهان هذه الأرضية. كمان على جانبي الممشى أعمدة الإنارة واللي بتحمل طبعا شعار الهوية البصرية. الشارع اللي احنا موجودين فيه تحديدا دلوقتي هو شارع السلطان قابوس، لأن احنا خليج نعمة في منطقتين مهمين جدا بيتم تطويرهم. شارع السلطان قابوس اللي احنا موجودين فيه من أول ما بتدخل من الواجهة بتلاقي طبعا واجهة كلمة شرم، والواجهة اللي بتكون جميلة يستقبلها الزائر، ثم طبعا عندنا شارع ملك البحرين. لكن بالحديث عن شارع السلطان قابوس هيكون كمان في بعض الحديقة مركزية صغيرة بها بعض طبعا أعمال الخضرة والأشجار، وهيكون في مقاعد طبعا للجلوس. شارع ملك البحرين بقى هو اللي هيكون طبعا هيكون حاجة جميلة جدا بعد الانتهاء منه. جاري العمل على الانتهاء من الممشى السياحي الخاص بشارع ملك البحرين هيكون شبه بالظبط شارع السلطان قابوس والممشى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، بحيث انه كمان هيكون يحتوي على عدد من المطاعم والكافيهات، وهيكون كمان في بعض البازارات. فبالتالي في اعمال تطوير بتتم في خليج نعمه. كمان المميز في خليج نعمه دلوقتي ان هو طبعا قريب من الممشى السياحي اللي اتكلمنا عليه امبارح على طريق السلام، فبالتالي اصبح في ممرات طبعا للعجل وكمان الممشى السياحي اللي موجود على طريق السلام، فبالتالي كل المناطق دي طبعا بتخدم منطقه خليج نعمه. فبالتالي في تطوير كبير جدا هنا بيحصل في منطقه خليج نعمه بيتمتع بها طبعا سواء الزوار او كمان اصحاب المكان. احنا يعني كنا اتكلمنا من شويه كده مع اصحاب البازارات والكافيهات اللي موجوده، هم مبسوطين بالوضع بنحيث توحيد اللافتات وتوحيد وجهات الكافيهات والمحلات اللي موجودة، فبالتالي ده طبعا بيخلي الزائر ان هو يجي يكون مبسوط، وبيكون كمان مسألة الرؤية البصرية او الهوية البصرية، فده عامل مهم جدا، وده اللي بتسعى ليه مدينة شرم الشيخ في كل المشروعات اللي بيتم تطويرها على ارض المدينة. فبالتالي كلها ايام اعمال التنفيذ تقريبا في شارع السلطان قابوس اللي احنا موجودين فيه بنسبة 95% انتهت. بعض اعمال الدهان الخاصة بالارصفة هي اللي مازال يتم العمل عليها، وعايز اقول لكم كمان ان في حركه من العمل غير طبيعيه في كل المشروعات، وهنا تحديدا في خليج نعمه. يعني احنا تقريبا منذ ان تواجدنا من صباح هذا اليوم كل العمال موجودين بيشتغلوا، وكمان هي ورديات مستمره على مدار 24 ساعه. الشغل موجود على الارصفه الخاصه هنا بالممشى في شارع السلطان قابوس للانتهاء من كل اعمال الدهانات، وكمان في اعمال موجوده تاني في شارع ملك البحرين للانتهاء من كل هذه الاعمال. ففي خليج نعمة
النحل بمعنى الكلمة شغالة للانتهاء من كل هذه المشروعات في أسرع وقت. خلينا أقول لكم كمان أن في متابعة مستمرة من سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويمكن امبارح كان في بعض الأخبار وفي بعض الجولات التفقدية. طبعا كان موجود سيادة اللواء خالد فودة في اجتماع المجلس التنفيذي الخاص بالمحافظة، وكان طبعا يعني أعلن على كل المشروعات هيتم الانتهاء منها في نهاية الشهر الجاري، وهيتم إعلان افتتاح يعني عدد كبير جدا من المشروعات في نهاية الشهر الجاري. أكد كمان على أن منظومة التاكسي هتكون يعني جاهزة تماما يوم 15 أكتوبر القادم. أعمال منظومة التاكسي هتكون موجودة، طبعا كلنا دلوقتي بنشوف منظومة جديدة إلكترونية أيضا صديقة للبيئة، مع طبعا محطات الغاز الطبيعي اللي بيتم دلوقتي العمل بها. وكمان أكد على أنه هيكون في توافر ما يقرب من 2000 زي لسائقي التاكسي، ده هيحتوي طبعا على كاب وبدلة وحذاء، فبالتالي هيكون في منظومة مهمة لسائقي التاكسي. وأكد كمان إن هيكون في تعليمات ليهم وتعليمات لمنظومة النقل ووسائل المواصلات بشكل عام داخل مدينة شرم الشيخ. التعليمات دي هيتم الالتزام بيها في أثناء انعقاد المؤتمر، وكمان هيكون بعد انعقاد المؤتمر، بحيث إن ده يكون الوضع السائد والطبيعي بعد كده في مدينة شرم الشيخ. إنها دي البداية طبعا إنها تكون مدينة صديقة للبيئة ومدينة خضراء، ولكن هيستمر هذا الأمر طبعا بعد انعقاد المؤتمر. وكمان أكد على أنه هيكون في إنشاء 3 محطات توليد للطاقة الشمسية، وأكد كمان أنه هيكون في محطات شحن للسيارات الكهربائية داخل الفنادق، ودي نقطة مهمة جدا، لأن طبعا هيتم العمل على استخدام السيارات الكهربائية والأتوبيسات الذكية وكمان الدراجات الكهربائية. فبالتالي أكد سيادة المحافظ أنه في كل الفنادق اللي هيكون فيها الوفود، أو على الأقل هتكون كمان قريبة من قاعة المؤتمرات اللي هيتم فيها انعقاد مؤتمر المناخ، فكل الفنادق دي هيكون فيها محطات لشحن هذه السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية، بحيث كمان ان ده نوع من تشجيع الزوار ووفود المؤتمر على انهم يستخدموا كل الوسائل الكهربائية الصديقة للبيئة. كمان اكد سيادة المحافظ على التطوير اللي بيتم في طريق الملك سلمان، وهيكون في انشاء كوبري علوي بيربط طبعا الطريق بالطريق الدائري، ومن ثم كمان طريق السلام اللي موجود في الممشى السياحي. كمان سيادة المحافظ امبارح كان له لقاء ومعاينة كده للدراجات الكهربائية اللي بتشرف على تنفيذها احدى الشركات، وعاين سيادة المحافظ الدراجات الكهربائية اللي موجودة، وطبعا والسكوتر كمان اللي هيكون موجود، وتم الاتفاق على ان السكوتر والدراجات الكهربائية هتكون متاحة طبعا للمشاركين في مؤتمر قمة المناخ، ويتم طبعا استخدام هذه الدراجات طبعا في مسألة التنقل. وكمان في الممشى السياحي احنا في هيكون في مسار ايضا للدراجات دي، فبالتالي كل المشروعات هنا بتخدم البنية الأساسية التحتية او المشروع الأساسي والهدف الأساسي ان مدينة شرم الشيخ تكون مدينة صديقة للبيئة. كمان الممشى السياحي اللي احنا موجود قبل اعمال التطوير اللي اتعملت فيه من حيث الكافيهات والبازارات، تم يعني احلال وتجديد البنية التحتية، لو بنتكلم على شبكات الصرف الصحي وبنتكلم طبعا على كل ما يتعلق بالبنية التحتية، تم تطويره هنا في خليج نعمة، فبالتالي أصبحت الصورة في منطقة خليج نعمة متغيرة تماما عن قبل كده. ده بالإضافة للمشروعات الكبيرة اللي بتتم، كنا امبارح كمان بنرصد المنطقة الترفيهية اللي موجودة في الممشى السياحي، منطقة ترفيهية مهمة جدا وبيتم العمل عليها علشان طبعا يتم الانتهاء من كل المشروعات في أسرع وقت. احنا هنا في مدينة شرم الشيخ بنشهد تقريبا يعني خلاص كل المشروعات قربت على الانتهاء، احنا بنتكلم في كام يوم تحديدا وهتكون كل المشروعات جاهزة للافتتاح وجاهزة للتسليم، وتقدر ان هي تستقبل، لان طبعا سيادة اللواء خالد فودة أكد كمان على أنه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحنا بيتم دلوقتي سرعة الانتهاء من هذه المشروعات لطبعا استقبال الوفود الخاصة بالمشاركين بمؤتمر قمة المناخ كوب 27. وعايز أقول لك كمان أنك موضوع أو مشروع الهوية البصرية ده مهم جدا، أنت من أول ما بتدخل يمكن هتشوفوا طبعا الصورة اللي رصدناها لحضراتكم منذ قليل هنا داخل خليج نعمة،
هتشوفوا شكل البازارات، هتشوفوا شكل الكافيهات، مع طبعا الممشى السياحي اللي تم الانتهاء من دهانه بشكل كامل، وبيتم دلوقتي الانتهاء من دهان الأرصفة. فبالتالي كل دي مشروعات طبعا بتعمل على تطوير خليج نعمة وعلى تطوير المدينة. وعايز أقولك إن خليج نعمة دلوقتي بيشهد حركة سياحية كبيرة جدا، لكن بتبقى بالليل أكتر طبعا، فبيكون الحركة حركة السياحة وحركة الزائرين لمدينة شرم الشيخ بتكون كبيرة جدا. كمان من ضمن أعمال التطوير الخاصة بمنطقة خليج نعمة هي تطوير المناطق المحيطة بخليج نعمة والفنادق المحيطة بخليج نعمة. طبعا كل فندق من الفنادق، في عدد كبير من الفنادق حصلوا طبعا على النجمة الذهبية، وفي عدد كبير من الفنادق دلوقتي بيتم تطوير المنطقة اللي حوالين الفنادق، وخاصة الفنادق اللي حوالين منطقة خليج نعمة، علشان طبعا تواكب التطوير اللي بيتم في منطقة خليج نعمة. دي يمكن الصورة من داخل خليج نعمة، مشروع من أهم المشروعات اللي بيتم تطويرها، وأكيد هنتابع معاكم طبعا باقي المشروعات يعني هنتكلم فيها ونعرف إيه اللي بيتم في مدينة شرم الشيخ. دلوقتي برجع لكم مرة تانية في الاستوديو شاذلي وهادير. كل الشكر ليك يا محمود على كل هذه التفاصيل والمعلومات، مشروعات تم الانتهاء منها وتم افتتاحها بشكل رسمي، ومشروعات خلاص كلها ايام ويتم الانتهاء منها وافتتاحها، وكل ده استعدادا لمؤتمر المناخ اللي هتستضيفه شرم الشيخ في بدايه نوفمبر القادم. واحنا هنواصل مع حضراتكم متابعه الاستعدادات اللي بتحصل في شرم الشيخ اول باول.